قالت الكاتبة افتخار عبدو أن الإمارات لم تكتفي بعد بما فعلته في اليمن خلال سنوات الحرب الماضية، ولم تشبع رغبتها في احتلال البلاد. وأوضحت الكاتبة أن الإمارات تسعى لإشباع جشعها والتوسع أكثر، بعكس المرات السابقة التي كانت تقدم بها على ارتكاب الجرائم في حق أبناء المحافظات الجنوبية على استحياء. وأضافت الكاتبة في مقال نشره موقع المهرية نت أن صفحة الإمارات في اليمن مليئة بالجرائم المتنوعة والعبث والملشنة والسطو المسلح، ولفتت إلى أنه بعد توقيع اتفاقية أمنية بين وزير العدل الإماراتي ووزير الدفاع اليمني، تكون أبو ظبي قد أعطيت الضوء الأخضر وستقدم على فعل كل ما يحلو لها دون خوف أو ترقب. وأشارت الكاتبة افتخار عبدو إلى أن المستفيد الأول من الاتفاقية إلى جانب الإمارات هو الحوثي، لأن هذه الاتفاقية تصب في خدمته على أي حال، بل وستساعده كثيرا على استهداف المقاومين لمشروعه داخل اليمن.